وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد يوسف الغتم، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس. مساء الخير سعادة السيد يوسف. بعد التحية، ونحن نحتفي بأحد صروح الوطن الشامخة وهو الحرس الوطني، ما أهمية الدعم اللامحدود الذي يحظى به الحرس الوطني من لدن جلالة الملك المفدى ومنذ مراحله التأسيسية؟ شكرا أخت مريم، نمسي عليكم بالخير وعلى السادة المشاهدين. أولا يشرفني في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا أن نهنئ القيادة الرشيدة وجميع منتسبي الحرس الوطني وشعب البحرين الأبي بمناسبة الذكرى 24 لتأسيس الحرس الوطني. الحرس الوطني الصرح الذي أسهم بجاهزيته العالية وإمكانياته متقدمة في تحقيق وتعزيز ما نشهده من أمن وأمان واستقرار في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وأنه وبعظيم من الفخر والاعتزاز بهذا الصرح الوطني الشامخ والذي يعتبر إحدى الركائز الرئيسية للحفاظ على مسيرة منجزات المملكة وصون المكتسبات الوطنية المتعددة، كما أن للدور الريادي الذي يقوم به الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، وحرص سموه على تسخير كافة الإمكانيات وبذل الجهود من قبل منتسبي الحرس الوطني لحفظ سيادة وأمن مملكة البحرين، حيث أن منتسبي الحرس الوطني أظهروا صورا مختلفة للبذل والعطاء، وذلك من خلال أدائهم لمهامهم العسكرية والأمنية بأعلى مستوى من الكفاءة والإخلاص الأمني، الأمر الذي جعل الحرس الوطني يحقق العديد من الإنجازات خلال العقدين الماضيين. كما أنه لا يفوتني أن أشيد بالجهود التي يقوم بها منتسبي الحرس الوطني في حفظ وحماية المنشآت والمرافق الحيوية بمملكة البحرين، والعمل المستمر والتعاون والتنسيق المتميز مع جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية والخدمية لضمان أمن واستقرار مملكة البحرين. نعم. سعادة السيد يوسف الغتم، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، شكرا جزيلا لك.